اهلا بحضراتكم من جديد، وبنستكمل ما زلنا فقره فار روم، وبرضه ما زلنا بنستكمل فكره الحكم الاهلاوي واللي ابوه اهلاوي، وكلام كتير جدا اتقال عن الحكم امين عمر بعد مباراه الزمالك والاسماعيلي، وبدا يتقال من قبل المباراه وهيتقال بعد كل مباراه، وتاكدوا ان اي مباراه جايه هيبدا فيها دايما التحكيم المصري يتم الضغط عليه من قبل اعلام نادي الزمالك. الغريب ان وقت الجد ووقت المباريات الحساسه بيكونوا اول ناس متمسكين بان يكون الحكم المصري موجود عشان ناخد بطوله، ومع ذلك بيقولوا ان النادي الاهلي هو اللي بيتم مجاملته من التحكيم وبيكسب بالتحكيم. اعتقد الموسم ده بيوضح الصوره بشكل كبير جدا، والموسم اللي فات، واعتقد احنا هنا من اول ما بدانا البرنامج واحنا راهنا على التحكيم، لاننا متاكدين ان النادي الاهلي ابعد نادي من الانديه اللي ممكن تحقق بطولات من خلال المجاملات التحكيميه. نطلع نشوف الكابتن خالد الغندور وهو بيتكلم في فيديو انا بصنفه من الفيديوهات الكوميديه عن فكره والد الكابتن امين عمر. لا، نادي الزمالك لا يريد امين عمر ان يحكم له مباريات مره اخرى، لان احساسنا خلاص الراجل طلع مع كابتن شوبير قال انا ابويا اهلاوي. طالما ابوك اهلاوي يبقى انت كنت وانت صغير اهلاوي، ما عنديش مشكله، بس اللي بيحصل دوت من امين عمر بهذه الصوره وتحمل الحكام لكل ردود افعال لعيبه مصر الا لعيبه الزمالك، لا، هناك علامات استفهام، ومن الواضح ان هناك يعني توجه ضد نادي الزمالك تحكيميا. انا هكون يعني هادي جدا يا كابتن، لان شياكتك كانت واضحه في الصوره دي، اللي اختار الصوره واضح ان هو رضا معد بيختار اشيك حاجه ليك يا كابتن خالد طلعت بيها. كابتن خالد غندور بيتكلم عن والد الكابتن امين عمر يا فارس، ان والده اهلاوي، وبما ان والده اهلاوي فبالضروره يكون امين عمر اهلاوي، وبالضروره كمان الحكم ينحي ضميره جانبا ويحكم بميوله واهوائه. دي وجهه نظر كابتن خالد غندور للكابتن امين عمر. طيب قبل بقى ما نروح لرد في ده، في حاجه في كلام كابتن خالد غندور، انا عارف يا كابتن خالد غندور ان انت يعني مش على اطلاع كامل بالتاريخ، ولكن انت متخيل يا اسامه ان احنا كان عندنا مباريات بيحكمها الكابتن حسين امام عم الكابتن حماده امام، وكان وصبحي نصير، وغير كده كمان مباراه الترام الشهيره كابتن محمد حسن حلمي زموره حكم الراي اللي تسبب في الازمه. انت متخيل ان بيجي حد بعد كل ده يتكلم في حكم والده انتمائه ايه؟ فاذا الحكم ده ايه؟ حضرتك احنا كنا بنلعب مع الزمالك ماتشات بحكم جد او عم كابتن حماده امام، واخو لاعب، وبيبقى اللاعب موجود في الملعب واخوه حكم، وكنا بيتسبب لينا ضياع بطولات دوري بسبب كابتن حلمي زموره وهو حكم رايه. انت متخيل ان انا اجي اجتزئ قدام التاريخ؟ على فكره لو انت حطيت المبدا ده واحنا مشينا معاك فيه والله هتخسر كتير، بس انت غير معني بالتاريخ ومش فارق معاك الماضي، فارق معاك انك تضغط في المستقبل. طيب بما انك بتضغط في المستقبل، تعالى نسمع امين عمر نفسه قال ايه عن ما يخص والده وانتمائه، ونرجع نعقب تعقيب بالمنطق من غير محاولة كذب جماهيرية أو محاولة إن أنا أشوف جمهوري عايز يقول إيه وأريحه وأقوله له. نطلع ونشوف أمين عمر قال إيه. هو والدك فعلاً أهلاوي؟ أه أهلاوي عادي. عادي. إيه المشكلة؟ أه. وجد الله يرحمه كان زملكاوي. أه عادي كمان جداً. أه. وكان بيتخانق مع والدي كتير جداً. أه. عادي جداً. أه. ولما كان كابتن كان بيلعب في الدوري الممتاز كان اسكو بيلعب الاهلي، اقوى ماتشاته كان قدامنا ده كان سد منيع، كان الكابتن كان جد الله يرحمه بيروح يشجع اسكو، ولما كان بيلعب الزمالك فحتى كان ماتش قبل النهائي اسكو اتغلب 2-1، فكان جد الله يرحمه كان بيروح الاستاد ويشجع الكابتن، ما بيفصل برضك اللي هو زملكاوي بس هو اهم حاجه ابنه. والدي نفس الحكايه، هو اهم حاجه عنده امين، مش مش مهم الاهلي ولا زمالك، لا هو اهم حاجه ابنه اللي ينجح والتحكيم المصري ينجح. يعني هل ده كلام ممكن يتاخد منه ان امين عمر اهلاوي عشان والده اهلاوي؟ طب ما بالمنطق المجرد كابتن امين عمر اللي والده اهلاوي جده زملكاوي، يمكن طلع لجده بالظبط. انت ايه اللي خلاك تحسم ان هو بما ان والده اهلاوي يبقى هو لازم هيبقى اهلاوي؟ وايه وجه استخدام ده على فكره؟ يعني استخدام الاسقاط ده فيما يخص ادائه في مباراه تحكيميه ده اتهام صريح بالتلاعب في نتيجة المباراة، والله العظيم ليس له أي تفسير غير كده.
فيعني في ان احنا ناخد بالنا من شويه في بعض الامور اللي زي دي، لان سمعه الناس مختلفه تماما عن الجو اللي بيتعمل على الهوا ده. بص يا فارس، هو الحقيقه لو حد عاوز يقول لحكم ان انت ابوك اهلاوي فبالتالي وارد جدا ان انت تبقى متهم بمجامله النادي الاهلي، ممكن اي حد في مصر يقولها الا الكابتن خالد غندور. ليه؟ عشان لما نسمع الفيديو ده الكابتن خالد غندور المفترض يشوف النماذج اللي ممكن اب اهلاوي ويطلع حد تاني مش اهلاوي خالص. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. قالك سؤال وهتجاوبني عليه اقرار واعتراف بجد. يلا. تقر وتعترف انك كنت اهلاوي قبل ما تنضم للزمالك، وانك كنت في نادي مدينه نصر كنت قريب جدا من انضمام النادي الاهلي، بل انك رحت النادي الاهلي بالفعل، ولكن في ظروف ما خلتكش تنضم للنادي الاهلي في الاخر؟ بص يا كابتن، انا وانا صغير كنت ابويا اهلاوي جدا. تمام وكنت بروح معاه الماتشات. حلو. ماتشات يعني انا رحت مثلا، اقول لحضرتك فاكر ماتش رحت كوتوكو. الكوتوكو اللي كابتن محمود خطيب جاب جولين. كنت رايح مع ابويا مشجع الاهلي. حلو. تمام. رحت ماتش كان طارق عبد العليم حارس المرمى والزمالك جاب جون، ومجدي طلبه غلط في واحده، ايمن شوقي جاب التعادل، او حسام حسن جاب التعادل بهيد كده، مش واحد. في الاخر، في اخر 10 دقائق كنا كسبانين 1-0. الزمالك كان كسبان 1-0 والاهلي، بس ده كان ايمن يونس مش فاكر، ايمن يونس او ايمن جون. يونس وفي ماتش تاني كمان مجدي طلبه غلط للمجد عبد الغني، ده ايمن شوقي. ايمن ده 2-1. ايمن شوقي اللي جاب الجون. الاهلي كسب 2-1. مش فاكر الماتش ده. 2-1 ايمن شوقي جاب. وفي افريقيا حضرت كل الماتشات. نعم. يعني منها ماتش كوتوكو. حضرت ماتش شجعت الاهلي في المدرجات، ماتش كابتن محمود الخطيب اللي كوتوكو 3-0. ده كان والدي اهلاوي رهيب. انت كده معدي امين عمر بزياده وزياده. ليه بقى؟ كابتن امين عمر كان جده زملكاوي وابوه اهلاوي، لكن ما لفش ورا النادي الاهلي المدرجات مع والده يشجع النادي الاهلي في مباريات افريقيه وكمان مباريات محليه كان طرفها هو نادي الزمالك. انت بقى لما تقعد بعد التصريح ده، ليه ظنيت في الكابتن امين عمر ان هو ممكن يجامل النادي الاهلي، وانت ابعد واحد ممكن يجامل النادي الاهلي، نموذج حي انت بتمثله للوالد الاهلاوي والابن اللي اترفض في نادي الاهلي فبقى عنده كميه طاقات سلبيه عايز يفرغها، فخلاص توجه بشكل زي اللي احنا بنشوفه ده في الاعلام ضد النادي الاهلي. فلو القصه اب اهلاوي، فاعتقد والد الكابتن امين عمر زي والد الكابتن خالد غندور الاثنين اهلاويه، ولكن الفرق في امين عمر اللي احنا بالتاكيد حاسين او نتوسم فيه ده انه بيحكم بضميره. دي نقطة مهمة جدا، ولكن خلينا نبعد خالص عن فكرة الأب الأهلاوي والجد الزملكاوي. هو أصلا الكابتن أمين عمر غلط معاك في إيه في المباراة؟ إيه اللي حصل في المباراة خلاك تستدعي فكرة إن الكابتن أمين عمر أهلاوي؟ أنا بقى معاك في ده، لأن إحنا هنسيبنا فعلا من افتراض أهلاوي ولا زملكاوي، بس في النهاية أنا ليا أداء حكم في المباراة ممكن يخليني أقيم أنا أقدر أقول عنه إيه، لدرجة إن كابتن سمير عثمان في مباراة بيراميدز والزمالك خرج قال لكابتن جهاد جريشة: يا جهاد حب نفسك أكتر ما تحب بعض الفرق، أو حب نفسك أكتر من أي حاجة تانية. دي رسالة صريحة على فكرة، مش معنى كده إن كابتن جهاد زملكاوي، بس معناها تحكيميا إن كابتن جهاد اتخذ من القرارات اللي ألحق ضرر بالفريق بيراميدز اكتر من ان هو مفترض يؤدي اداء تحكيمي محترف. ده اللي ممكن اعلق عليه بعيدا عن الانتماءات. كابتن بقى امين عمر اللي بيتقال عليه اهلاوي عمل ايه في مباراه الاسماعيلي والزمالك؟ عمل ايه؟ يعني نفسنا نفهم هو عمل ايه؟ مفترض من الحكم يؤدي ازاي عشان ما يتحسبش ان هو اهلاوي؟ نشوف الفيديو ده اللي بيتكلم عن لقطه طرد بن شرقي، وضعها ايه؟ وتصنيفها ايه؟ ولا البعض اتعود على فكرة الحصانة بتاع طارق حامد ان كل لاعبي الزمالك معاهم نفس الحصانة؟ نطلع ونشوف الفيديو عشان نشوف كابتن امين عمر اللي وصف بانه اهلاوي يستدعي الموضوع ده ولا لا. نطلع ونشوف. ايه ادى لبن شرقي ايه؟ انذار. لعبه مستحقه الانذار. ناس تقولك دي ممكن طرد مباشر، ايا كان صحيح. خلاص، هو ادى هنا عمل ايه؟ الحكم عمل ايه؟ خد قرار ولا ما خدش قرار يا كابتن ايمن؟ خد القرار. نيجي هنا بقى، شوفوا، نفسي تشوفوا الرياكشن بتاع بن شرقي بعد كده عمل ايه. شوف نشوف عمل ايه هنا بقى.
بيضرب الكرة في الارض بالشكل ده. صحيح. ده اسمه ايه؟ امتعاض على قرار ايه؟ حكم. الحكم. طبقا للقانون الاعتراض او الامتعاض على قرار الحكم سواء بالقول او بالاشاره انذار، يعني نص واضح. يبقى اذا هنا النهارده لازم كان يديله الانذار الثاني ويطرده. صحيح. يبقى اذا النهارده امين عمر ما عملش غير القانون. انا وجهه نظري الشخصيه الاول ان كابتن امين عمر عمل اقل من القانون شويه، لان انا رايي الشخصي انا هنا ما بتكلمش عن روح لله لك، رايي ان هي طرد مباشر لان في تعمد ايذاء، ولكن هنروح لان هي انذار. طب اللعبه اللي بعد الانذار وطريقه التعامل مع الكره زي ما قال كابتن احمد الشناوي ان هي قانونا بشكل رسمي ما ينفعش يعمل فيها غير انه يدي الانذار الثاني ويطرد اللاعب. إذن هنا عمل ايه امين عمر يستدعي ان هو يتقال ان هو خالف القانون؟ وكل المشكله دي يا اسامه سببها ان لاعبي الزمالك بيطبق عليهم القانون مؤخرا، يعني القانون لسه داخل جديد على لاعبي الزمالك في تطبيقه تحكيميا، فالمنظومه بالكامل مش مستوعبه الموضوع. بالظبط. بص انت طالما معتاد على اخطاء تحكيميه نفسية. دايما لصالحك لصالحك طبعا. لصالحك، وقت ما يجي يطبق عليك بعض العداله هتستشعر ان انت وقع عليك ظلم بين. والفيديو اللي جاي ده ليس للإشادة يا كابتن خالد، ولكن للإقناع ان مش بس الكابتن احمد الشناوي اللي قال الحالة دي تستحق الطرد، دي اتقالت وانت قاعد قدامه من الكابتن ياسر عبد الرؤوف. فنشوف الفيديو. دي حالة مخالفة تمام، وكان معاها انذار، وبعدين حصل اعتراض من اللاعب فالحكم اكدوا على انذار ثاني وبعدين طلع كارت احمر. كارت على خلاص، هو طبعا استخدام الذراع موجود. تمام. وبعدين هو مسك الكوره وطبعا برضو في عصبيه من الجهاز اهي. تمام نجيبها اهي خلاص، ادي تمام اوكي، وادى ادى الانذار. بص يا كابتن رد فعل يا كابتن. اعتراض يا خالد، اعتراض. خليك يا كابتن. اعتقد واضحه جدا الانذار الثاني مستحق ويستحق الطرد. وبعدين فكره ان احنا نجيب لقطه من لاعب للنادي الاهلي في موسم ماضي وتحديدا لقطه الكابتن محمد الشناوي مع الكابتن ابراهيم نور الدين، وقتها كان في ملابسات صعبه جدا من الكابتن ابراهيم نور الدين وفي اخطاء تحكيميه لصالح النادي الاهلي منها ركله جزاء واضحه وضوح الشمس تجاهلها الكابتن ابراهيم نور الدين، فما تجتزئش حاله اللاعب اللي احنا وقتها قلنا المفترض يا شناوي تكون اهدى من كده، وانتقدنا موقف الشناوي، لكن الحاله في المباراه ما ينفعش تجتزئ منها، فبالتالي هتروح تجيب قديم، هنروح نجيب صور شيكابالا ونتكلم في باسم مرسي ونقعد نلف في الدايره دي بشكل غير طبيعي. في النهايه امين عمر طبق عليك القانون طبقا لاراء خبراء التحكيم. يمكن امين عمر طبق عليك القانون في المباراه دي، بس باقي تاريخك مع امين عمر بتتعرض لهزائم كتيره مثلا، بتتعرض لظلم تحكيمي كتير جدا. لو استعرضنا تاريخك وتاريخ النادي الاهلي مع امين عمر، احنا لو بنفكر بطريقتك يا كابتن خالد هنطلع نقول ده امين عمر نفسه زملكاوي. طالع لجده، طالع لجده. ده جاب الفول مارك. بالظبط. في حكم بيجيب الفول مارك مع فريق 22 مباراه، 18 فوز للزمالك، 4 تعادل، مفيش اي هزيمه اتهزمها نادي الزمالك في وجود امين عمر حكم للساحه. الله اكبر، ما شاء الله عليه. اما مع النادي الاهلي امين عمر 14 مباراه، 9 فوز، 3 تعادل، 2 هزيمه. ده ارقام امين عمر مع الزمالك ومع الاهلي، ومع ذلك بيتم انتقاده واتهامه، او هي اتهامه ملهاش معنى تاني، اتهامه ان هو بيجامل النادي الزمالك، بيجامل النادي الاهلي وبيجي على نادي الزمالك وبيظلم نادي الزمالك. وارد البعض يا فارس يقول لك ايه، طب ما انت جايب لي ارقام، ما يمكن في خلال المباريات دي نادي الزمالك كان قادر ان هو يتغلب على المنافس والخصم، والنادي الاهلي كان بيتم مساعدته لانه ما كانش قادر يتغلب على المنافس، والمباريات اللي اتغلب فيها نادي الاهلي دي اتجامل واتغلب برضه. وارد كلامك ده يستدعي ان احنا نشوف امين عمر في مباراه الاهلي وانبي كانت قراراته ايه ضد النادي الاهلي، عشان نعرف كابتن امين عمر طالع لوالده ولا لجده. نطلع نشوف الفيديو. ادي الكوره بتتلعب، كمل، وادي الماسك اهو يا كابتن اهو. طب من بره ولا من جوه يا كابتن؟ انا هنا، هو كان ماسكه بره. اه كويس. وبعدين سابه فين لغايه دلوقتي؟ هنا اختفت عندنا، سابه كان سابه ولا لا؟ اختفى. فخليني اعتبره ماسك، مش هقول بره ولا جوه، لكن هقول الماسك ده على الاقل ركله حره مباشره، واذا كانت جوه ركله جزاء وطرد للاعب MP. ودي تفرق في كتير جدا في ادي وليد سليمان وهناك دفع.
يمكن يكون اوضح كمان من اللعبه الاولانيه. اهو ادي وليد وادي الدفعه اهو يتحسب هنا دي فاول داخل المنطقه داخل المنطقه. نعم اذا دي ركله جزاء هترتد راحت هنا عماد داخل الرجلين اتحطت كمل اهو ما راحش للكره اللاعب. طيب أنا هل هنا في اهمال من اللاعب المدافع انه حط رجليه في المكان ده عشان تصطدم بعماد ولا هل عماد هنا هو اللي راح عشان يصطدم بيه؟ عماد خد الكوره ورايح للكوره الرجل اللي اتحط دي هي اللي منعته من انه يوصل للكوره. انا في تقديري ان هي فاول ركله حره مباشره بمعنى انها داخل منطقه الجزاء يعني ركله جزاء لصالح عماد. الفقره دي يا جماعه مفترض كده تتاخد تحت شعار وثائقي. يعني احنا متخيلين الحكم اللي ما عملش اي قرار خطا في مباراه الزمالك والاسماعيلي بيتقال عليه اهلاوي وهو الزمالك ما خسرش معاه خالص وهو اللي في موسم فوز الزمالك بالدوري كان عنده 3 ضربات جزاء لصالح النادي الاهلي لم تحتسب في واقعه غريبه جدا ادت ان النادي الاهلي يخسر نقاط في موسم مهم جدا. يعني هل يفترض اي حد موجود في الدنيا ان الحكم ده يتقال عليه اهلاوي؟ يا جماعه كان بيتقال بشكل غير مباشر ان مفترض الحكم ينزل مباراه الزمالك فكره يا بلن يا طرد. اعتقد انتوا فاكرين المقوله الشهيره دي مين اللي قالها؟ يا ضرب الجزاء يا طرد. بص الغريب ان ده على سبيل المثال للحصر والثلاث ركلات جزاء دولت في مباراه واحده، يعني ما خدش باله لا من الاولى ولا من الثانيه ولا من الثالثه. طب نجيب لكم برضو نموذج من مباريات امين عمر مع نادي الزمالك واخطاء تحكيميه مع نادي الزمالك في مباراه المقاولين العرب. انت دخلت عليا كده مفاجاه بصراحه. عفوا كابتن شوقي. في مباراه المقاولين العرب اتحسب للزمالك ركله جزاء ايام الحكم الخامس، احنا بنجيب لكم يا جماعه من الحكم الخامس وحكم الفار، فاتحسب ركله جزاء على نادي الزمالك بسبب الحكم الخامس في كره كانت مع كاسونجو ومدافع المقاولين استعرضناها قبل كده 30 سنتي. في لقطه ثانيه بقى نفس المكان في نفس منطقه الجزاء ولكن لمست يد على احمد ابو الفتوح، فاكرين لما قلت لكم احمد ابو الفتوح محصن ضد ضربات الجزاء بسبب لمسة اليد؟ ده اللي بيحصل بالظبط. دي قدام عين الكابتن أمين عمر في مباراة الزمالك والمقاولين اللي اتحسب فيها ركلة جزاء. شايف بقى الكابتن أمين عمر بيعمل ايه؟ بيشاور ان مفيش حاجة وبينه وبين أحمد أبو الفتوح خطوة ونص، لا صفر ولا بص. الكابتن أمين عمر دي الأخطاء التحكيمية اللي بيتم اتهام الكابتن أمين عمر ان هو طالع لوالده وجاي على نادي الزمالك. القاعدة عند بعض الإعلاميين في نادي الزمالك إن الشك في صالح الزمالك والعدالة هي الظلم البين لنادي الزمالك. كنتم معانا في فقرة مخيفة، إذا كان الحكم اللي ده سجله مع نادي الزمالك هو حكم أهلاوي، فتخيل كده مطلوب أي حكم تاني يتعمل منه إيه في مباريات الزمالك. أعتقد بتتردد في ودني وانا بتكلم يا اسامه مقوله عايزين حكم بيحبه وجبنا له الحكم اللي بيحبه، ربنا يستر الموسم ده لان الامور غير مبشره خالص. نطلع بقى الفاصل ونرجع عشان معانا حد محتاج يفتكر ويعرف يعني ايه النادي الاهلي. نطلع للفاصل وما تروحوش بقى في اي حته، وماتش تشيلسي انسوه خالص لان الدقايق اللي جايه في الاهلي خط احمر حرجه اكتر من المباراه. نشوفكم بعد كده.